ولمزيد من النقاش حول الأحداث الأخيرة في الناصرية بعد مهاجمة الميليشيات لساحة الحبوبي، ينضم إلينا السيد محمد الخياط الناشط في التظاهرات عبر الخط الهاتفي. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ محمد. أهلا وسهلا بكم وبكل مشاهدينا. كما لاحظتم وتابعتم استشهاد 4 متظاهرين وإصابة العشرات في محاولة لفض اعتصام ساحة الحبوبي بالناصرية، أنت كنت من الحاضرين والشاهدين على ما حدث في تلك الساعات، هل من مزيد من التفاصيل؟ كيف بدأت الأحداث؟ كيف تصاعدت حتى وصل عدد الشهداء والجرحى إلى هذا العدد الكبير؟ نعم، الحقيقة الآن في هذه اللحظة هناك مواجهات مستمرة داخل ساحة الحبوبي بعد التحشيد من قبل مجاميع من الميليشيات ودخول إلى ساحة الحبوبي وحرق بعض الخيم الموجودة أو العديد من الخيم داخل ساحة الحبوبي. وهذه هي الفوضى والاستهتار الذي حذرنا منه كثيرا، لأن هذه العصابات يعني لا تريد أن تلجأ إلى الطريق السلمي وإنما إلى الحل المسلح أو الأمور المسلحة. لا، لكن قبل أن ندخل في هذا الموضوع، أنت قلت أن هناك اشتباكات أو مناوشات تدور الآن في هذه اللحظات في ساحة الحبوبي، ما طبيعة هذه الأحداث؟ الحقيقة بعد ما تم الاعتداء وكان 3 شهداء قبل لا يكون الشهيد الرابع، تم وخروج الميليشيات التيار الصدري من ساحة الحبوبي بعد ان استطاع المتظاهرين داخل ساحة الحبوبي المقاومة بدأوا التحشيد مرة اخرى. وفي هذه اللحظات الان ونحن في اتصال يعني تواصل مباشر بمكان قريب من ساحة الحبوبي، انا اتحدث معكم، وهذه الاشتباكات الان حاليا في هذه اللحظات تدور الان في ساحه الحبوب، وهناك اسلحه وهناك تحشيد من قبل هذه الميليشيات وهي تحمل الاسلحه وتقوم بالاعتداء على المتظاهرين السلميين. المتظاهرون الان حقيقه في مواجهه مسلحه. المتظاهرون السلميون الان في مواجهه مسلحه مع عناصر من ينتمون الى التيار الصدري، وهذه كانت حقيقه نيه مبيته منذ يوم امس. كان هذا الموضوع كنا على درايه بان هناك جمعيه تحاول يعني اختراق ساحه الحبوب. سيد محمد، هل تحاول الميليشيات هذه العناصر التي ذكرتها، هل تحاول ان تقوم باخلاء الساحه على سبيل المثال، ام ماذا تريد بالضبط؟ نعم، هي ساحه الحبوب الناصريه، ساحه الحبوب تحديدا هي الوحيده التي بقت من الساحات الاخرى. لذلك بعد ما اقتحموا ساحه التحرير والساحات البقيه يحاولون اليوم فرض الاعتصام بالقوه من قبل هذه المجاميع المسلحه. والان دور حقيقه يعني يجب ان اقول لكم الحاله كما هي، الدور الجهات الامنيه الان دورها مفقود نهائيا. الجهات الامنيه والحكوميه لا تتفرج على ما يجري في ساحه الحبوبي، هناك دماء وهناك شهداء وهناك قصائد في جرحى وايضا الشهداء. والدور الحكومة الآن مفقود هنا في الناصرية، لا أمن في الناصرية الآن في هذه اللحظة. يعني نعم. تتوقعون بناء على ما تفضلت به أستاذ محمد أن تزداد أو يزداد عدد الشهداء والجرحى خلال الساعات القادمة؟ أكيد، لا زالت المواجهات مستمرة وهم يعني مسلحون يحملون الأسلحة. وايضا المتظاهرين الموجودين في ساحه الحبوبي الموجودين هم في ساحه الحبوبي الان مواجهات في هذه اللحظات، هناك مواجهات تدور، وايضا هذه المواجهات تؤدي الى المزيد من القتلى ومن المزيد من الشهداء وايضا المزيد من الجرحى. الان وصل العدد الى اكثر من 50 جريح. قبل دقائق وصل العدد لعلك سيد محمد لعلك تقصد بالمواجهات هو أن هذه العناصر الميليشياوية تعتدي بالسلاح الحي على المتظاهرين الذين يحاولون البقاء في تلك الساحة، وليست طبعا بطبيعة الحال لديهم أسلحة للاشتباك أو ما إلى ذلك. لا يا أخي، هم يعني منذ العام من تشرين العام الماضي ولحد الآن هم في هذه المخيم، هم ناس متظاهرون سلميون لا يحملون السلاح. بالضبط، نعم. هذه الميليشيات هي اليوم التي اعتدت، ليس البارحة وليس يوم أمس. هؤلاء المتظاهرون ضمن الدستور وضمن القانون، وطالب الجهات الأمنية بحماية المتظاهرين، وأنا شخصيا التقيت بالعديد من
من الجهات الامنيه وطلبتهم بتوفير الحمايه للمتظاهرين السلميين من قبل هذه الميليشيات، لكن لا احد يستجيب. نحن حقيقه الميليشيات اقوى من الحكومه، هذا هو الذي يجري في ساحات التظاهر. شكرا لك، نتمنى لكم السلامة أستاذ محمد الخياط ولجميع المتظاهرين في ساحة الحبوبي. شكرا لك الناشط في التظاهرات محمد الخياط.